اهلا بيكم. النهارده هنتكلم على احد الحوادث اللي بتحصل للاطفال، بيقعوا وممكن قوي سنتهم السنان الاماميه تتاثر بالوقعه دهيت. فبنقول احنا التصرف السريع اللي احنا بنعمله ايه؟ الام مفروض ان هي اول ما الطفل بيقع اول حاجه بتعملها ان هي لازم تهديه، يعني مش هجري عليه ازعق له، لا لازم تهديه الاول عشان ما يكونش بيعيط، بعدين تبتدي تبص ايه اللي حصل نتيجه الوقعه او الخبطه دهيت. لو في دم، وده كتير بيحصل لو السنه اتاثرت بيحصل ان بيبقى في دم، مهم برضو ان انا اسيطر على الدم ده بسرعه قوي، وعاده بنحط بس عليه حته ثلج او حاجه ساقعه عشان نوقف الدم وما يحصلش ورم. تيجي عشان نعرف نبص بالراحه ونبص، والله لو السنه كتير قوي بنلاقي ان السنه فقدت، وده اللي احنا مركزين عليه النهارده، او اتكسرت السنه الاماميه تفقد او تكسر، يبقى انا ببص بسرعه حواليا كده اهوت، اذا السنه دي لقيتها قدامي بمسكها وبحاول احافظ عليها لحد ما اوصل لطبيب الاسنان بسرعه جدا. اللي متاح ليا ان انا امسك السنه من التاج بتاعها او الجزء اللي انا مفروض بغسله بالفرشه، غير كده لا ما امسكهاش عشان ما ابوظش حته ان انا ادخلها في مكانها تاني. وبعدين بحطها، اذا كانت وقعت في الارض وجه عليها تراب او حاجه انا شايف ان هي مش نظيفه ابدا، تحت ميه جاريه لمده 10 ثواني، وبعدين بحفظها في محلول معين عشان اوصل بيها لدكتور السنان بسرعه جدا. المحلول اللي المفروض بحفظها فيه بيكون محلول ملح، يا اما محلول ملح من الصيدليه او ميه وملح او شويه لبن في اي حاجه اناء متغطي، او الافضل كمان والارخص اللعاب بتاع الطفل نفسه، يا اما بعصر على اللعاب ده واحطه في حاجه صغيره، او لو الطفل صاحي مش مخضوض او مش دايخ بيحطها تحت لسانه او في خده. بنوصل عند طبيب الاسنان اذا السنه دي هي ممكن تتركب، اذا كانت سنه دايما فهي عاده ممكن تتركب، بس اكون وصلت له في خلال ساعه او ساعتين مش اكتر من كده، هو بيركبها وبيثبتها دي شغلته. بس اذا كانت سنه لبنيه بلاحظ وبنوه ان السنه اللبنيه مش هنرجعها مكانها تاني لو وقعت، انما السنه دايما هي اللي هثبتها. في كل الاحوال بنشوف الوضع، الدكتور طبيب الاسنان بيسيطر عليه وبيقرر اذا كان الطفل ده محتاج علاج مضاد حيوي. بنتصل بطبيب الاطفال او بطبيب البشري نتاكد منه على نوع المضاد الحيوي اللي احنا عايزينه. اذا كان الطفل ده وقع في الشارع او في النادي فكتير قوي او عاده هنحتاج تطعيم تيتانوس، ده برضو بالتواصل مع طبيب اطفال او مع طبيب بشري. المهم قوي ان بعد ما نرجع البيت ان احنا معانا حوالي 10 ايام عايزه الاكل، محتاجين ان الاكل يبقى سوائل فقط، كل حاجه تبقى مضروبه في الخلاط او الاكل متصفي، علشان مش عايزين الطفل يقطم على السنه ما يستعملهاش، هي اتثبتت في مكانها ما يستعملهاش لحد ما تثبت، وبنروح لدكتور السنان تاني بعد اسبوع يطمن عليها، وبيبقى لسه التثبيت هو مش هيفكه، لما التثبيت يتفك يبتدي بالتدريج هياكل حاجه حاجه بالتدريج. شكرا لكم.